لم يكتفي زوج سليمة بتعذيبها أمام أولادها، بل كان يتفنن في كيها وتشويه جسمها مستخدما السكاكين والإبر، ويرغم أولاده الصغار على التبول على والدتهم ونعتها بأبشع الأوصاف. يضرب ضربني واحد الكتبي يطيح لي درستي، طحت. قلت له ما درت والو، قلت له والله راك غلط، والله ما درت والو، على راك. قال لي ما نفهمش، درتي لي حيله. قلت له والله ما حيله، لا قدام ولادو. كيفاش دار؟ قطعني روبتي وقعدت دون زان كوان ونبكي. واش دار؟ قعدت دون زان كوان، حكم بنته منا، وليدو منا، والطفله صغيره. قال ها ادفل بسقوا يماكم. قلت له علاه راك دير لي هكذا؟ ما درت لك والو. يبسقوا نضربوا يماكم. قلت له معليش ونسكت. قلت له معليش، دير واش حبيت. بلغ جنون زوج سليمة إلى درجة إجبارها على شرب الكحول وتعاطي المخدرات وتدخين الزطلة، ظنا منه أنها تخونه سرا، وكانت كالأسيرة تنفذ كل ما يقول. يكوني بالدخان، ضيح لي ضروسي، حبسني في الدار، يديني في الدوش، الماء بارد في ديسمبر، الماء البارد. نقول له واش درت؟ ما درت لك والو. قلت لك واش كاين؟ يقول لي دخلي لي واش. قلت له واش نقول لك يا كرم؟ انا يقول لك يا واش درت؟ ما درت والو. يعذبني، يسخن الموس، يحطو واحد النهار. واش دار؟ ويفيلمي، دار لي كاميرا. يعذبني ويفيلمي، دير حوايج. واحد النهار قال لي شوفي، انا حرقتك، ما قلت واش قلتي؟ لا بروميير فوا راكي تعاودي. صافي دير، كاينه واحد الوسيله نديرها لك. واش دا؟ راح دير بشراب هادشي الحمر، ما على باش اسمو هذاك. قال لي هذاك لو كان شربيه تقولي لي كاع. واش ما قلتيليش؟ قلت له نقول لك حاجه، شراب ولا حرق؟ انا واش قلت؟ مصممة أنا كلامي هو الأول والآخر، باسكو ما درت والو. خلا ولادو راقدين، قالي تشربيها ويفيلمي فيا، قالي شربيه ويدور الكيف ويقولي كيفي ويتكيف وين يطفي الدخان تاعو. خطرة هنا، خطرة في لساني، خطرة في الكور تاعي. قول له علاه راك دير فيا هكذا؟ علاه ما يخلينيش كاع نرقد؟ على بالك تا انا ما نرقدش. واش كان يدير لي هذوك الدواء اللي كان يشرب في لا بسيكاتري؟ كان يمدهم لي. ابري نبكي، قلت له خلاص ما تمدليش هذوك، نرقد. ما تمدليش الدواء، نرقد. كيفاش ندير؟ يدير لي الدواء وصباح باش نوض ولادو، يرميني بلي كنت بي. نوضي ولادك حياتي. قلت له علاه وهكذا. ابري كي نلقى فرصه نهرب، ما نهربش لبرا. خطو ما سلكونيش، تجي يمه عباد الله، تجي يمه للدار، تشوفني كيفاش يدير لي. تقول له خليها، هذا ما كان، ما تقدرلوش. طيح لي ضروسي، حرق نهاولك وجهي، شمتني كاع، كتب اسمه في صدري. قال لي دوكا روح، حتى واحد ما يتزوج بك. عادت سليمة بعد 5 سنوات إلى الجزائر، وأول من توجهت لرؤيته كان والدها لتطلب الصفح، ولكن هيهات. صافي 5 سنين ما شفتوش، وكي جيت لقيته نص ميت. 12 يوم كي جيت هو مات. صافي ربي كان معايا، خلاه حتى نشوفه، وكان في الكوما. جيت ملام لي غوبور ديريكت لهندبا باش ديتو هكذا، رفدتو هكذا. قدروا يا بابا راني هنا، سامحني. جيت في الكوما 4 سنين، وكي جيت شغل هضرت هكذا في ودنو، نشوف الدماء. قلت لخياتي شوف، اقل زير فيها هكذا. قلت له يا بابا سامحني، جيت لعندك. سامحني، ما درت له والو. بابا ديما يسامحنا، جامي غضب علينا، جامي. شغل هو حنين عليا. حياة سليمة اليوم مثل سيجارة تحرق نفسها من أجل الحصول على بضع دراهم تعيش منها، بعدما انقلبت حياتها رأسا على عقب. ما بغيتش هذيك الطريق، بغيت الله غالب، وبغيت نقول كاع لي يشوف الحصة هذه، لي تشوفوها تخرج بدراهم، نقولها لي تشوفوها تخرج بدراهم، ما تحقروهاش، تحقرها عاونها، ولا كي تروح معاها معليش،
بصح كي بصح كي تروح معاك ودي عطي لها دراهم تقولها انت هكذا، علاه ما تعاونوش؟ علاه انتوما اللي راكون تنكوراجيو النساء هذو راه يخرجوا على الطريق ويجيبوا دراهم؟ الله غالب، هاوليك انا وحده منهم بعد ما كنت في داري شامي، قلت يا ربي نخرج ونبيع روحي، كنت نصلي يا ربي من الله غالب وين نروح يقولوا لي نروح يلا ما لقيتش شكون يعاوني، كيفاش ندير؟ هاوليك راح نجيب ولادي، كيفاش نعيش روحي؟ ما عنديش علاه. هذه رسالة لكل رجال اللي حق صاحبته ولا أي وحدة، مرأة مهما تكون، مهما ما كاش وحدة اللي تخرج بدراهم بغات، لا هذاك الذل ذل ذل، ما نتمناش لو كان واحد ما على باليش محقورة تنسى. علاه عندك أختك؟ علاه تروح تخدع وحدة؟ على هذه ماشي عبد، علاه ما تعاونوهمش ولا كي يخرجوا بدراهم تقول هاوليك هذيك تاع لا كلاك النيف ما تعطي لهاش دراهم، عاونها ما تخرجش معاها، عاونها قولي هاك لا انتم ما تعاونوش، انتم غير تسبوا. علاه ربي عطاها باش تعيش، انتم راك تضلوا فيها ماشي نسا، قلت لك ماشي قاع رجال، عرفت انا يا رجال صح كان ماشي رجال كان رخاص انا جو فوالا ايه خلاص والله راني نشوف لا راني نشوف راني عايشه مع نساء راني وحده منهم.